مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو برنامجكم. سيدتي سادتي سعيدة بلقائكم تواصل معكم، كنتمنى أنكم دائما تكونوا كتقضيوا معنا أمتع وأفيد الأوقات. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، شهية طيبة لكل من هو على مائدة الغداء، طريق سلامة لكل من هو على الطريق، ردوا البال وخا الحل الجو شوية سخون عاوتاني نردوا البال للصحة ديالنا. كنرحبوا كل مستمعينا وكالعادة ككل يوم خميس حاضر معنا سامي دنان خبير ديكور، مرحبا بك سامي. شكرا، اهلا بك وبجميع المستمعين الاوفياء. واش اخبارك؟ لاباس عليك؟ كيداير مع هذا الجو؟ الحمد لله صافا صافا الحمد لله الحمد لله. نهايه اسبوع موفقه باذن الله. تيسالي البرنامج بعدا صافي نمشي في حالي صافي. لا مرحبا، لا مرحبا سامي مرحبا. اذا غتكون بطبيعه الحال فرصه اليوم باش نقدموا مجموعه من المعلومات للمستمعين. كنعاود نذكر باللي يمكن لكم تواصلوا معنا دائما على الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك بطبيعه الحال، او عبر ارقامنا الهاتفيه المفتوحه 0522 46 72 50 او 51 او 52. كنرجع نذكر كل المستمعات بان لقاء اليوم الاثنين دائما غيكون لقاء التاويل والحيل المنزليه، وحنا اكيد بغينا نتواصلوا مع بعضنا. كنرحب بكل المستمعات الكريمات بطبيعه الحال، تبعثوا لنا برغباتكم وايضا بمكالمتكم اللي عندكم اقتراح، او برقمكم الهاتفي اللي عندكم اقتراحات على الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك، او تخرجوا لنا الرقم الهاتفي ديالكم ومن بعد غادي نتواصلوا بشكل دوري. ما غتكونش فقط متوجه واحده للشهر، وانما غيكونوا متوجات اللي غنتواصلوا معهم بحيال وبافكار واقتراحات بطبيعه الحال متنوعه. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ودائما في الصفحه فاحنا مجموعين مع بعضنا وحاضرين مع بعضنا بطبيعه الحال مستمعينا، وغادي نكون معكم انا وزميل عفاف في الصفحه الرسميه للبرنامج باش نتواصلوا مع بعضنا ونانيميو مع بعضنا ونتلاقاو مع بعضنا ونقدموا مجموعه من الاقتراحات ومجموعه من الافكار. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وحنا دائما مستمرين معكم في البرنامج بضيوف اللي كنرحبوا بهم اكيد، وانهم كيغنيو معنا هذا اللقاء، والهدف دائما ان نكونوا عند حسن ظنكم وتطلعاتكم. نمشيو ناخذوا معنا لاله جميله من الدار البيضاء، مرحبا بك لاله جميله. اهلا وسهلا، الله يطول عمرك. مرحبا لاله جميله، لجات على خاطرك الله يخليك، سبتي غير في مكان باش نسمعوك مزيان لان الصوت كيمشي ويجي. مرحبا، تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلي لاله. هكا احسن، تفضلي لاله جميله نسمعوك. الله يطول عمرك يا لاله، بارك الله فيك. اي جو كرو عندها غير مشكل ديال الغيزو، اذا كانت شي بلاصه كيسمع الصوت كتكون فيها الغيزو كان احسن. دابا احسن شويه، تفضلي. واخا شنو هو السؤال لاله جميله؟ السؤال هي تحسهم ربيع عقوب بيتكم من هذه البرنامج. للاسف لاله جميله والله ما كنفرجوش الهضره نهائيا، واخا بقي معنا للاسف نقطع الخط. اذا لاله جميله حاولي مره اخرى ان شاء الله وتكوني معنا، مرحبا واهلا وسهلا، وانك استسمح منك لانه بصراحه يلاه غادي نرجعك الصندوق باش يعاودوا يشوفوا معك مكان ثابت باش يمكن انك تتواصلي معنا بشكل احسن. وللاسف نقطع الخط، حاولي مره اخرى تكوني معنا. ناخذوا معنا لاله نعيمه من سلا، مرحبا بك لاله نعيمه. الو اختي سقينا لاباس؟ اهلا وسهلا لاله. كي دايره؟ الله يطول عمرك بارك الله فيك. مرحبا اختي، عندي واحد السؤال. سامي دنان؟ اي تفضلي. عندي واحد بلاكار، واش ندير واش نبنيه ولا ندير عاود؟ بغيتي ديري في بيت نعاس؟ لا بلاكار في الكوزينه. الكوزينه من الافضل، من الافضل انه يكون ديال الخشب ما يتبناش. ما نديرش ما نبنيش. من الاحسن يعني من الافضل لي زيليمون ديال لا كويزين كاملين، لا لي زيليمون دو با ولا دو يعني ديال الفوق ولا ديال التحت، دوك لي بلاكار كاملين لي كيسون كاملين، من الافضل انهم يكونوا بالخشب. حيت انا خفت لا تثقل عليه ويطيح ليا، قال حيت خلاني الناس غادي ما ديريش. لا شوف حلت. شوف الا تخدم بخشب مزيان وتعلق بطريقه مزيانه ما تخافي منه حتى شي حاجه. صح. حيت اهم حاجه مزيان يصايبوا لي مزيان، خصو يصوبوا لك مزيان وتعلق تاكدي عليه كوم كو راه غادا تقليه باش في داك لو ديغيغ ديالو يعني الظهر ديالو يكون فيه خشب اللي يكون غليظ شويه ويكون مكولي يكون شاد مزيان، باش ملي تعلق به في الحيط ما يوقع عليه حتى شي حاجه ما يطيحش. داك الشيء اللي قالوا لي زعما ما ديريش الخشب. لا لا هو من الافضل انه يجيب الخشب، وكاينه طرق اخرى ان كيجي ما كيجيش طرف واحد، يعني ممكن مثلا الطول ديال 3 ولا 4 متر ممكن انه يتقسم على ثلاثه ديال الصنادق وكيتلاقاو ما كيبانوش ملاقيين. وفي التعلق اللي كنعلق لا ما يجيش طرف واحد، يجي مقسم، يقسم على ثلاثه ولا على اربعه وكيتلاقاو بيناتهم كيتعلقوا. خص المعلم غير يكون كما نقولوا يكون حريفي، يعني باش يعلقوا ما يخليش لك لي ديفو ما بين واحد وواحد.
وملي تعلق يعني كل واحد هز الثقل ديالو، ملي كيكون طويل بزاف وكيكون متقل بزاف هو اللي كيكون شويه ديال لو ريسك. يلا شكرا. مرحبا لاله. مرحبا مرحبا. ربما هذا المشكل كلنا عندنا بصراحه، ملي كندخلوا دابا كنلقاوها مفرشه خفيفه كتجرنا هينا بزاف لها، ولكن في طبيعتنا حنا صعيب تكون عندك الدار خفيفه في الصراحه، دائما كتقلب لي اونجمون خاصك فين دير هادي، خاصك فين تخشي هادي، خاصك عندنا هذا المشكل. وي كاين هذا المشكل، غير هو كما كان هادي كناكد عليها بزاف. يعني لي رونجمون مهمين، غير هو شحال ما كان عندنا ديال لي رونجمون زايد مع المده كيعمر كامل. علاش باقي عندنا المشكل ديال ان ما عندناش الثقافه ديال ان الحاجه ما كنخدمهاش خصني نحيدها. مثلا في لا كويزين كاينين دي سيرفيس اللي كيبقاو لي ريسبسيون وداكشي، كاينين دي سيرفيس اللي ديال طول لي جوغ كتلقى منهم خمسه ولا سته ديال لي سيرفيس، وكاينين فيهم واحد اربعه ولا خمسه ما عمرهم خدموا وما عمرهم غادي يخدموا. ما باقي ما عندناش ديك الثقافه ان باش نقصوا، يعني لا في الحوايج لا في لا كويزين لا في اي حاجه، يعني من هو في الصالح ديالنا اننا نقصوا باش ما نقصنا كيكون عند ما كيكونش عندنا بروبليم درونجمون. وحتى في الطريقه ديال 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 الستاف ديال مثلا البلاكار او ديال لا كويزين كنلقاو داكشي يعني منظم، حيت باش ما كثروا. انت راه على حسب التجربه ديالك عارف، على حسب اللي عارف انا عندك مشكل سورتو في الحوايج واقيلا اللي قلتي ليا، يعني باش ما كيتقاد البلاكار وكتنقص منه يعني ما كيكونش عندك مشكل. حتى في صادون في انك تحل ذاك البلاكار وتشوف فيه. انت عارف عندك هذا المشكل واقيلا كما قلتي ليا، كتغمضي عينيك ملي كتحلي البلاكار. الحمد لله اللي غير قلت لك وما شفتيش عينيك. نجي ناخذ معايا مكالمه اخرى من ديت مراكش. لاله حفيظه مرحبا. انا وسهلا لاله حفيظه تفضلي. لاله حفيظه مرحبا. كاين مشكل ديال الراديو، اذا كان ممكن تطفي الراديو. لاله حفيظه نقصي الراديو الله يخليك وبقي معنا في التليفون. دابا انت دابا لاله حفيظه تحل المشكل، نمشيو عند لاله سناء من الدار البيضاء. مرحبا. الو وسهلا تفضلي. كاينه كي دايره بخير؟ الله يطول عمرك يا لاله. لاباس عليك. بارك الله فيك بزاف على هذا البرنامج. كي داير الاخ سامي؟ الله يحفظك. الحمد لله بارك الله فيك يا لاله. ناخذ واحد الراي ديالو في اخ سامي، عطينا واحد الراي ديالو في واحد المشكل. دابا انا يلاه غنبني بروميي ايطاج باقي، يلاه غنبدا. الله يبارك. الله يسلمك. عندي الميتخا شويه صغير، قول 56 بحال هكاك. وبيت لا كوزين ديالها في السطح، واش ماشي مشكل زعما من هنا لقدام ولا؟ واخا اسمح لي لاله، بالنسبه للغيت شوسي فيه حتى هو الدار ديالكم ولا غتبنيو غير السطح غير البرومي والسطح هما اللي غتستافدوا منهم؟ لا صافي. داكور. علاش انا بغيت نستغل هذاك التحت نستغلو في البيوت باش يبقى لي. اسمح لي بالنسبه لهذا السطح اللي حنا غنسميوه السطح. ما يمكنش انكم ديروا فيه ايطاج واحد اخر عادي يكون سطح ابار؟ لا عرفتي علاش؟ دابا حنا غنقسموه حيت كاين دوب انا و داكور داكور فهمتي، غنقسموه على جوج. كاينه الفكره الاولى هو انك اذا طلعتي لا كويزين لهذا الاسباس اللي قلتي السطح، يعني هي فكره مزيانه وممكن انك دير ليه الدروج ديالو ابار، يعني ممكن انك دير له الدروج ديالو يطلع من وسط الدار. زعما طلع لي انا نسب لميت انا عايش واحد في الدروج، هادشي كان مزيانه ما كانش عليها. هادي ممكن، غير المشكل انك ملي غتقسمو السطح وغتاخذ لابارتي ديال لاكويزين ممكن ان ما يبقاش عندك اون تيغاس. لا واخا غتبقى شي حاجه قليله ماشي مشكل، غير على حساب نسير وصافي. لا ولكن لاله سناء انتم كيفاش غتقسموا؟ يعني اختك غدير ابارتمون وانت غديري ابارتمون؟ وي ولكن السطح غنقسموه كل واحد البارتي ديالو في السطح فهمتي؟ داكور. دابا انت غتاخذي البرومي والسيده الاخرى غتاخذ الدوزيام ولا غتاخذ الغيت شوسي؟ لا لا الغيت شوسي هي لتحت هي سفلي. داكور اسفلي. والسطح اللي غتقسمو انت بغيتي ديري فيه الكوزينه باش تطلع هي من وسط الدار؟ داكور. هو ممكن انك ديري لا كوزين الفوق وديري ديري ديري ليه دروج ديالو من وسط الدار. ما غيكونوش كبار بزاف يعني باش ما ياخذوش لك الاسباس. وممكن تطلعي لا كوزين باش تربحي لاسباس في الدار عندك. واحد السؤال اخر سامي الله يرحمه والديك، بيت الشومبر ديال بيت النعاس بغيت ندير فيه واحد حمام صغير، واش الراي ديال فيه؟ شنو هو؟ بيت النعاس بغيت ندير فيه حمام صغير. ما دير سويت بارونتال. وي هو ممكن. المشكل اللي كيكون المشكل اللي كيكون هو ديال
المشكل اللي كيكون هو ديال ان دوك القوادس فين اللي خصهم يكونوا مع لا سال دو بان واش قراب ولا ما قرابش يعني في بزاف ديال الحالات ممكن اننا نديروا اون سال دو بان ممكن نديروا اون سال دو بان تكون تابعه لا شومبر كوشي او نديروها في واحد ليسباس واحد اخر في الدار غير هو خصها تكون متكيه من الافضل انها تكون ملاصقه مع الحمام الاخر او مع لا كويزين باش تكون عندنا لاكين ممكن ان باش ما يكونش عندنا مشكل في الانستالاسيون يعني وكاين في بعض المرات في بعض المرات القوادس كيدير الاستراتيجيه والبنات انا عطيتك غير الفكره هو كاين جوج نقاط يعني ملي نبغيو نديروا هذه الخطوه هذه كاين النقطه الاولى اللي اهم حاجه في لا في البني لا في لاميناجمون هي لا ريبارتيسيون ديال الاسباس كيفاش نقسموا الاسباس اللي عندنا مثلا اسمح لي غير نكمل لك يعني خصك تشوف الاسباس كيفاش غتقسميه هو الاول وملي تقسميه عاد ديك الساعه ممكن انك تشوف بلومبي هو اللي غادي يقول لك واش عندك لا بوسيبيليتي ولا لا راه داكشي حتى انا دابا داكشي علاش قلت لك انا لا كويزين حيت الاسباس بان لي صغير 56 يلاه غادي يجي في لك الصالون وبيت جوج بيوتا صغار وصافي هادشي اللي بان لي والحمام دابا هنايا الفكره مزيانه غير كيف ما قلت لك لا كويزين ممكن انك تطلعها الفوق هنا احسن نعم نمشيو عند لاله جميله من الدار البيضاء مع تحياتنا للمستمعين الكريمين ونتمنوا لها التوفيق مرحبا بك لاله جميله اهلا وسهلا تفضلي لاله الحمد لله الله يطول عمرك ربي يخليك الله يجزيك الله يحفظك الله يطول عمركم بارك الله قولي لي اختي الله يجزيك بخير عندي واحد اللي كشريدو وعندي واحد فريشه كانت معاه في الصفار وفي لاجون اييه ودابا بدلت الدوره ودوك اللي كشريدو ما بغيتش زعما واش يقدروا يتمشاو معاهم وفيهم الكرونا والصفار وديك لاجوردي واش من لون عندك الدوره؟ عندي الدورة في الصفر وفي لاجوردي والكرونا والكرونا بالنسبة لهادو ما غيتمشاوش معاهم عندي ديك اللي شريدو في الصفر وانا واش قلت واش يتمشاو معاه ولا نبدل حيت قلتي داخل فيهم الكرونا اياه سيدي هو من الافضل انك تبدلهم يعني اذا بدلتيهم كان احسن حيت دابا شوف دابا ملي بدلتي تفريشه من اي سورتو لي ريدو اللي كيكونوا فيهم لي كولور ابار لي كولور ستاندار فحال بلون كاسي اولا الدوري ولا شي حاجه فحال هكا لي كولور ستاندار يعني ملي ما كتبدلهمش وكدير عليهم دوره اخرى يعني بحال ما بدلتي الصالون ما كتبانش لك فرق كبير يعني الا بدلتي الدوره من الافضل انك تبدل لي ريدو وهذه نقطه اللي مهمه يعني من الافضل ان ملي نبغيو نديرو مثلا لي ريدو ديالنا من الافضل ان نمشيو في لاكولور ديال لاباز اللي كتكون ديال الطنام ديالنا كتقدر تكون بلون كاسي كتقدر تكون بيج تقدر تكون في الدوغي اولا الكري يعني كيكون عندنا ان لاغ شوا حتى الا خدمنا بهم كيتماشاو لنا مع تفريش اخرى ويعني ملي ما كيكونش الامكانيات ممكن اننا نخدموا بهم كيتماشاو لنا مع كيكون عندنا ان لاغ شوا باش نبدلوا هذوك الطام ديالنا ناخذوا معنا مدينه الدار البيضاء لاله خديجه لاله خديجه مرحبا اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بلاله شرف كبير ليا انني نتواصل معكم اليوم الشرف لينا الله يحفظك لاله خديك مرحبا الله يجزيكم بخير ربي الله يجزيكم على هذه البرامج الله يكبر بيك راديو كاملها زعما صراحه كتستافدوا مزيان 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 شكرا جزيكم بخير شكرا اهلا استاذ سامي اهلا بك لاله الله يجزيك بخير عندي لك واحد ثلاثه الاسئله اللي جا على خاطرك وغنضرب باختصار مرحبا عندي الله بنيت واحد المحل ان شاء الله بمرات المهم بغيت نقول لك عندي الدروج البرومييغ والدوزيام ولكن الدراري قالوا لي غندير لهم الجليج كامل سمحوا لي متركه شي شويه غير شويه عليك خذي راحتك قال لي دير لهم الدرج كامل من تحت والفوق وكاملين بالزليج المعلم قال لي لا غير متر وستين فقط ومن الفوق ديري صباغه واخا وعلاش ما تصبغيهمش كاع انت صبغهم كاملين وي صبغيهم كاملين ما ديريش كاع الزليج كان احسن في الحيط في الدرج من الافضل يعني كيكون حتى المنظر ديالهم كيكون احسن غير صباغه صافي لا غير صباغه صبغيهم صباغه
غتكون الصباغه مزيانه وتكون مفينيه مزيان، الصباغه احسن لك من الكغلاج، احسن لك من الجليش. اه بارك الله فيك. والسؤال الثاني عندي، المهم السؤال الثاني كان مرتبط مع السؤال الاول، ما كاينش الجليش ما كاينش مشكل، غير الكوزينه في البرومير عندي النص ديالها بغيت نديرو الزليج والنص اونفاس مع واحد الكولوار، واش نصبغو ولا نديرها كامل هاد الزليج؟ دابا الكوزينه ملي كتكون كبيره داكوغ، كبيره بزاف ومحلوله على ان سيجور ولا محلوله على ان سباس، عندنا لو شوا كنقدروا ما نديروش فيها كاع الكغلاج، تنحطوا لي زاليمون ديالنا ديال الفوق وديال التحت، وما بين ما بين لي زاليمون ديال الفوق وديال التحت كندوروه بالرخام، ديك الرخامه اللي غادا تكون في الطبله، كاين رخام اللي كيمشي اونتخ لي زاليمون، كاين بروبوزيسيون اخرى كيكون الرخام في الطبله، وكاين واحد الفيغ ترومبي اللي كيبان فحال مشقق، هذاك خاص حتى هو كيكون في ديك لابارتي. يعني عندنا بزاف ديال الاقتراحات، سينو ممكن انك تزلجي لا كويزين غير لابارتي ديال لا كويزين، تزلج من الفوق حتى للتحت وكتحبسيها في الاخر ديال لي زيليمون، يعني ديك لابارتي الاخرى اللي غتكون فيها سالا مونجي او اللي يكون فيها ان سيجور ولا ما عرفتش ولا ان كولوار وكانت محلوله عليه، من ديك لابارتي يعني كتحبس بين باغيت، كاينين دي باغيت اللي كيحبسوا الكارلاج اللي كيجيو في الاخر ديال الكارلاج، ممكن تحبس في ديك لابارتي حتى هو المنظر كيكون مزيان. نعم. نوصلوا استقبال المكالمات للمستمعين، ناخذوا معنا لاله حفيظه من مراكش، نتمنى انك تكوني دابا مزيان. مرحبا لاله حفيظه. لاله حفيظه. الو. مرحبا لاله، تفضلي. الو. تفضلي كنسمعوك. كيدير لاباس؟ الله يطول عمرك لاله، بارك الله فيك، مرحبا. الله يحفظك، شكرا ليك، تفضلي. شكرا سي سامي. مرحبا لاله، مرحبا بك. عطيت عندي واحد السؤال. الدار عندي صغيرة وبغيت نعاود ليها الصباغة، وما حرت ما عرفتش اللون اللي غادي ندير. واخا الا كتسمعنا البرنامج، يعني اللي كنصح به انا بزاف، يعني واخا تكون الدار كبيره عندك لو صالون والدخله ديال الدار الكولوار، يعني من الافضل تكون بيضاء او لا بلون كاسي، وبالخصوص ان الدار عندك صغيره، يعني من الافضل انها تكون بيضاء، ممكن ديري صباغه اللي تكون ديكوراتيف وديريها بيضاء، يعني راه غتجيك في المنظر مزيان. انا ما داك البيض ما عرفتش، قلت شي لون اخر غير الابيض ما كيعجبنيش بزاف، الابيض قلت شي لون اخر اللي غادي يكون زين زعما غير البيض. شوف بالنسبه للصباغه ديال الديكور اللي كتكون ديكوراتيف، راه لو بلون ديالها راه كيكون شويه مهرس، كيكون ما كيبين كيميل ما بين الناكري وما بين ان غري اللي كلير بزاف، ولافونتاج ديالها انها كتغفليتي دوك لي كولور اللي عندك، مثلا ان صالون ملي كنديروه بها وكيتفرش يكون غالب فيه البيج او لا غالبه فيه شي كولور، راه كتغفليتي على ديك الصباغه. باغ اكزومبل في لا شومبر الا درناها في ان شومبر وكان فيها الباركي بلا كولور شين او لا بشي كولور، ملي كان ملي كيكون هذيك الصباغه كتبدا تبان لنا يعني مصفره، يعني كدير كتغفليتي داك الشيء اللي كاين في ليسباس. يعني انا كنفضل انها بالنسبه للسيده انك تصبغي سوا بالبلون او لا البلون كاسي، الا ما بغيتيش كاع البيض ما اقتنعتيش به بزاف دير البلون كاسي، مي بالنسبه للالوان انا ما ننصحكش بهم، غتلقاي مشكل اولا في الفراش، غتبقاي محدوده الالوان ديال الفراش غتلقاي فيهم مشكل، ثانيا ديجا ليسباس عندك ضيق، الا درتي شي الوان يعني غيكون مشكل، يعني من الافضل انك تبقاي في البلون ولا البلون كاسي. نعم. ناخذ معنا مكالمه مواليه هذه المره من الرباط. لاله خديجه مرحبا. بارك الله فيك حبيبه. اهلا وسهلا. نشكركم على هذا البرنامج اللي استفدنا منه بزاف. الله يطول عمرك لاله، مرحبا. سي سامي بزاف بزاف. مرحبا لاله، بارك الله فيك. الله يخليك. عندي المهم انايا ملي بديت كنفرج في الدار وفي البني وفي كل شيء كنتبع المعلومات اللي كتعطينا، وتبارك الله داك الشيء طلع مزيان. بالصحه والراحه. بارك الله فيك. دابا عندي واحد المشكل، عندي البيت الكلاس بحال وحلت في الفراش ديالو، لانه هو جا شي شويه جا على الدخله وجا شي شويه ماشي ضاوي بزاف، وملي مشيت للسوق يعني التواب اللي كنلقى ما
ما اقتنعتش بهم. فإلا كان ممكن بغيت يعني تساعدني تعطيني نفرشوا بالذوق ديالك إلا كان ممكن. مرحبا. بحال شنو كتمشي شنو كتلقاي شنو كتشوفي شنو شهوتك بغيتي دير زعما كوم تيشي ولا كوم كولا غير باش ناخذ فكره تقريبا؟ انا حرت، هذا هو المشكل انني حرت، لان اللي كنمشي كنلقى تقريبا غير ديك الموطره اللي مطروزه وهذا ما اقتنعتش بزاف، بغيت شي حاجه من ذوقك انت على ذوقك الا كان ممكن. مرحبا. دابا هذا ماشي صالون، هذا بيت الكلاس. بيت الكلاس اه. انت شوف بيت الكلاس من الافضل انك ديريه بتوب يكون اوني سوا بالفلوغ ولا بلا طوال. كاينه اون طوال اللي غليظه شويه اللي كيبانوا فيها بحال دي بتي كارو الا عرفتيها يعني، وكاين الفلوغ المبرة. المبرة ما كنهضرش على محفره او لا مطروزه او لا، كنهضر على المبرة سامبل. من الافضل انها ما تكونش بريونت، من الافضل كاع الا كانت كاع مات كان احسن تكون مات. غتشوف لا كولاغ على حساب لا كولاغ اللي على حساب لا كولاغ اللي يعني اللي غادا تعجبك، يعني كاين فيها لو شوا، فيها البيج، فيها البلون كاسي، فيها البلو، ممكن ديري ان بلو، كاين داك البلو ماشي لو بلو فونسي ماشي البلو سيال، بيناتهم بحال بلو جين حتى هو كيجي زوين في سورتو في الفلوغ كيجي زوين. وممكن ديري يعني باش نسهل عليك وحتى المنظر يكون زوين وما كيتملش، هو ان لي كوسان ولا سيز ولي طابل يمشيو كلهم يمشيو كلهم يعني بتوب واحد. يعني دوك لي بتي كوسان ولي كالدو ممكن تاخد تويبات اللي يكون الارض مثلا بيضاء داخل فيها ارجونتي او لا داخل فيها رشيشات ديال داك البلو او لا ان ديغرادي ديالو، وغتكون عندك تفريشه غتجي ان شاء الله غتجي غزاله. نعم. نواصلوا هذه المره ونمشيو لتارودانت لاله نسرين. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا. عافاك نسول سيدي. مرحبا. مرحبا. عندي واحد الفريسه في البارح بغيت نفرش. بغيتي؟ بغيت النوع ديال المصب اللي غندير. ما سمعتش مزيان. اي القفاعين باش نهضر. واخا بغيتي النوع ديال المضارب. المضارب اه داكوغ داكوغ. هو شوف هو احسن حاجه يعني الا درتي لي بونكيت اغوسوغ يعني المضارب ديال الرسور اللي كيتباعوا وي اللي كيتباعوا في السوق كان افضل. غير هو كان صحه يعني الا خديتي اون مارك اللي هي معروفه اللي ما يمكنش نذكروا الاسماء، هما كاينين دي مارك اللي هما معروفين كان افضل. علاش؟ مؤخرا يعني كاين في الاسواق كاينين دي مارك اللي ما معروفينش، ما كنهضرش عليهم كاملين، من الاغلبيه كتلقى لا كاليتي يعني من الافضل انك دير غير البونش ما ديرهمش. يعني سواء كاين اللي كتلقى فيها الكارطون لداخل، سواء كاين اللي كيديروا داك الفرشي وكيديروا معاه شويه لاموس وشويه ديال لي غوسور، داكشي يعني من الافضل انك ديري المضارب ديال الرسور. ولكن الا لقيتي تاخدي يعني ماركه يعني ديال شي شركه اللي هي معروفه. هادوك كيكونوا كيخدموا بلي نورم وما غتلقايش مشكل فيهم، وحتى بالنسبه للو كونفور يعني الراحه غيكونوا مرتاحين في الجلسه ديالهم ولا ديوري دي في ديالهم يعني المده اللي غادي يصبروا لك غادي تكون اطول. سينو ما كانش في الامكان انك ديريهم دالغوسوغ، ممكن انك ديريهم بلاموس بالبونج، غير هو من الافضل تكون جوده عاليه. نعم. ناخذوا مكالمه اخرى من اكادير. لالا فريده مرحبا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. غنسولكم واحد جوج اسئله. تفضلي كنسمعوك لالا. عندي كلامت في الكرونا وبلونكاسي. بغيت ندير مخدات صغار مطروزين واش ندير توبيض؟ اييه زعما واش ندير توبيض. والسؤال الثاني هو اسم الصباغه اللي تجي مع البيبان في هذا الصالون. هاد الصالون قلتي اش من صباغه فيه؟ فيه بلون كاسي باش مصبوغ. وطلامط عاد غتاخذهم؟ لا عندنا طلامط. عندكم طلامط اش من لون؟ الكرونا وبلون كاسي. بغيتي تزيد عليهم خديجات المطروزين؟ مطروزين واش ندير التوبيض؟ إلا درتي البلون كاسي اللي عندك في الصالون كان أحسن. داكوغ. إلا درتي هذاك اللون الأرضية ديال التوب كان أحسن، يعني غادي يعطيو أحسن. بالنسبة للبيبان يعني لي بوغت
غادي نهضر بصفه عامه. مثلا كاين الا غنديروا لي بورت جداد يعني يلاه غناخذهم جداد، عندنا لو شوا كاين الشان يعني لا كولور شان هو داك الخشب اللي كيبان فيه الغماج وكيكون صفر، كاين لي روكو، كاين لاكاجو، يعني كاينين بزاف ديال الانواع ديال الخشب. وهادو يعني هاد الانواع ديال الخشب اللي هضرت عليهم يعني كيكونوا جوده عاليه، الفيرني كيبقى في اللون ديالهم، كل واحد عنده واحد لاسبي ديالو كيبقى في لونه. كاين في بعض الحالات اللي كيكون الامكانيات شويه محدوده، ممكن ان نديروهم يعني مايمكنش ان نديرو عود غالي وغيتخدموا عاديين، يعني حتى بالنسبه للفيرني مايمكنش يدوزوا بالفيرني، كيخصهم يتصبغوا. في هذه الحاله هذه انا كنقترح ثلاثه الالوان يعني من غيرهم، سواء يدوزوا بالبيض بيضين، هو من البيض كي صغار باش كنديروه، سواء كيديروا يدوزوا بان بيج، مي احسن لون بالنسبه للدار يعني ملي كتكون كلها مصبوغه بالبيض يعني بلون مفتوح يكونوا بالنواخ. الناس بزاف كيتهربوا منه، مي النتيجه كتكون مزيانه ملي كتكون الدار كلها واخا تكون صغيره كتكون كلها يعني الصباغه ديالها كتكون بيضاء. الا كان كانوا لي بورت بالنواغ كيعطيو واحد المنظر اللي هو مزيان كيكون احسن. حنا مازال مواصلين وغناخذوا معنا مكالمه اخرى. معنا هاد الام، هاد المره ام رحاب من الرباط. مرحبا بلالا. السلام عليكم لالا. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وشامبوكا وشامبوكا. الله يحفظك بارك الله. طيب علينا وعليكم الصحه والسلامه. يا رب يا رب. مرحبا. وشكرا الجزيل لسي سامي وعلى الاقتراحات ديالو وعلى جميع الافكار الرائعه ما شاء الله عليه. مرحبا لالا، كنتمنى نكونوا كنفيدوكم. كان عندي بزاف ديال الاسئله وتالمهم باش دير خط مشى ليا بزاف ديال. مرحبا اللي استحضرتي دابا قضي الغرض. شوفي الله يخليك، في الاول عندي انا لا كويزين اسباس اوفير دايرها ستيل امريكان ياك، وكان فيها نورمالمون باب الحمام. واحد الوقيته بان لي بان باب الحمام ما جاش تما مزيان، بدلت ليه غير لومبلاسمون ديال الباب، رجعت يدخل في لا شومبر كوشي البنات ديالي. ياك ودابا تنسال كيفاش ندير لا سيباراسيون باش نفرق ما بين الحمام و ولا شومبر ديال البنيتات، واش ندير ان ميغ واش ندير دي ريدو جو سي با، بزاف الاقتراحات تيجيوني. بالنسبه اسمح لي لا بالنسبه كاين ضروري تحل لابورت ديال لا شومبر ديال البنيات عاد تدخل لا سال دو بان. اي هذا الشيء جوست بحال رجعت الحمام عندهم في لا شومبر كلشي ديالهم. واخا وما كاينش بوسيبيليتي انها ما تبقاش لا في لا كويزين لا في لا لا في لا جوستومون لا يعني الحيط الاخر فين عاطي فاش من فاس كيشوف يعني كاينين اربعه ديال الميور. لا الصال دو بان عندها فاس في لا شومبر كلشي ديال البنات وفاس في لا كويزين. ولي لي دو فاس الاخرين اللي بقاو؟ لا ما جات في كوان. داكوغ. لا شومبر شويه كبيره شويه وي حيت الا كانت لا شومبر كبيره وممكن انك ديك 90 سنتيم او لا متر اللي كتاخذ لا بورت ممكن ترجع بها ترجع بالحيط وترجع لا بورت للجهه الاخرى كان احسن. انا ما عارفش لاركيتكتور كيفاش دايره ديال الدار، مي هو الا كان كيف ما قلت لك الا كانت ترجع بالحيط ديال لا شومبر غتنقص منها واحد شويه وتزيد لابورت ترجع لابورت اللور كان احسن، وتخلي لابورت ديال 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 لا سال دو بان تبقى خارجه. يعني احسن من دوك لي سيباراسيون، احسن ما دير غيدو، احسن من بزاف د الحوايج. ناخذوا بعض الاسئله. سامي ناخذوا سؤال كيقول السلام عليكم، اولا كنشكركم بزاف على البرنامج والشكر خاص الاستاذ سامي دنان. عفاك انا باغي نصبغ بيتي، عندي بيت نعس فيه لون الخشب وبغيت ندير تيدولي فيها زوقه مدخله فيها البيستاش. الوغ انا نوريك الغرفه ديال النوم فوالا، و ربما هذه هي لاكولور، هذه هي الطريقه اللي بغا دير في الصباغه في تيدولي. لا ما غاداش نشيها. يعني من الافضل ان بالنسبه لهاد لا شومبر هادي تصبغها سوا بالبلون او لا بان بيج، ولا تيت دو لي يعني باش تبان لا شومبر. لا تيت دو لي لقا دير ان بابي بان كان احسن، يكون فيه دوري غاتجيها لا شومبر تجيها احسن، باسكو باش نقربوا المستمعين لا فوتو يعني فيها اون شومبر اكوشي كومبليت، يعني لو لي لي طابل تشوفي ولا لا كوافوز ولا لا كومود كلهم بالبوا وفيرني بالبوا. يعني من الافضل انا نبقاو في هاد لي طون ديال البيج بلون كاسي دوري كان احسن.
سؤال اخر كيقول السلام عليكم، انا عندي صالون على الدخله ديال الباب، عندي فيه في العرض 3 متر على 85 والطول تقريبا 6 متر، بغيت نقسمو على جوج ندير صالون بلدي ورومي. 3 متر و85 ماشي على 85. واخا 3 متر و85 والطول تقريبا 6 متر، كتقول بغيت ندير صالون بلدي ورومي واش يجيني مزيان، والتلفزه واش نديرها انفاس ولا ورا الباب، واخا ورا الباب ما عنديش لا سباس بزاف شي متر و50 تقريبا، ونهاركم مبروك كنحاول ندير الصور. فوالا الصوره ديال الصالون هذه هي الصوره ديال الصالون. داكوغ، حيت عطاتنا فيو وحده مع الفيو الثانيه. نورمالمون خصنا فيو وحده اخرى من داك الحيط الاخر، مي ماشي مشكل. الا كانت لابورت جات، الا كان الصالون فحال هكا محلول، يعني محلول وسميتو، ممكن انها دير جوج تفريشات، يعني تحت من الشرجم، داك لو كوتي تحت من الشرجم يكون صالون بلدي. ولوت كوتي اون فاس مع الدخله يكون فيها ان بيتي كوان، يكون كوان ال. علاش قلت لك خصني لا فيو الاخرى؟ باش نشوف لومبلاسمون ديال لا تيلي فين ممكن ديرها. مي كيما قلت لك اون فاس مع لونتخي على لاكوش ديالها، يعني من الافضل انها دير فيها ان بيتي كوان اللي يكون مودرن، و سوغ لو كوتي دغوات تحت من الشرجم ممكن انها يجي صالون بلدي. نعم، وربما كيحدوا داك الحيط، يعني من الحيط وهي غادا دير دوره بلديه وشي الاخر ديروا رومي. سي بوغ سا انا كانت خصني لا فيو الاخرى باش نشوفها، مي على حسب اللي كنشوف دابا، يعني من الافضل انه يجي بحال هكا. نعم. ناخذ اخر سؤال كيقول السلام عافاك، عندي صاله كيتقشروا لي الحيوطه وكان نقاد واحد وكيتقشر الاخر، صلحت من برا ودرت زليج وبقى نفس المشكله، بغيتكم تفيدوني بشي حل الله يخليكم. فوالا هنا رطوبه وي شي حاجه اللي باينه هذه اللي هي لوميديتي، كاين شي تسرب ديال الماء. ملي كنقولوا تسرب ديال الماء راه ما كنقولوش ان شي جعبه يعني في الحيط، يعني ضروري انها تكون غير شي جعبه ديال 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 الماء كتكون متقوبه او لا وكدير لنا تسرب. ممكن الماء ديال الشتاء، ممكن ان شي تسرب كاين عند الجار الفوق ونازل عندنا، يعني هذيك لافاس اللي كتقشر خصنا نتبعوها حتى الفوق باش نعرفوا لاكوز. ممكن في بعض الحالات راه شرت ليها، يعني ممكن كتكون ليتونشيتي ديال السطح واخا يكون فوق من نجار اخر وكتخرج لعندنا. ممكن ان كما قلت لك الارضيه ديال السطح ما فيهاش ليتونشيتي كتشرب الماء، ممكن دوك الحيوط اللي كيكونوا الدوره ديال الدار اللي كيكونوا كيطلوا على 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 في لافاساد او لا مع الجار، هذاك الحيط في الفوق ديالو ممكن ما كيكونش مفيني مزيان حتى هو كيدير لنا مشكل، ان كنقولوا كيبقى يشرب داك الماء وكينزل وكيدير لنا هذا المشكل ديال الميديتي. هذا المشكل لا ما عمره غيتحل لك واخا تبقى تعاود في الصباغه، واخا دير الصباغه ديال 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 الميديتي، الا ما حليتيش المشكل من كما كنقولوا من الجدر ديالو. يعني خصنا نشوفوا لا سورس ديال هذاك الماء اللي كيخرج لك في الحيط منين جايه. شكرا جزيلا لك سامي، واكيد ان اللقاء متجدد بك باذن الله الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء. كنشكرك جزيل الشكر بطبيعه الحال على كل المعلومات اللي كتقاسمها معنا، ونهايه اسبوع موفقه. شكرا لك ولجميع المستمعين الاوفياء وللسيده سعيده اللي كانت معنا في الاخراج. مرحبا بك، وجه تحيه لسعيده عقار رفقتنا في اخراج سامي حاجه واستقبال مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.